وسارد أرمها دبدا سومالي لان ايا مانتا توابر اوغا فرتي مغالدا بربرا سفيرة دا ودامدا عالم كوتشوغا سومالي لان وحاناس توابر كاسي كسو قيب غلي بديبا سفيرة دا سومالي لان اي ودامدا عالم كوتشوغا سيدو كلاو حاييغونا كسو قيب غلي دبلوماسيين كسعودي ودامدا عالم كا يكوا كلاو ييغونا توابر كاسي بحين ايي وحاكلاو ييغونا غوبشوغا اها مسوليين تاهير غوبل يهير دقمو اي مامول كسر اي دكدا بربرا وغورينا واحا توابركاسي فري اوكاهد لي اغاسمها قودة وسارد ارمها دبدا محمد عبد الله الدعالي ايو سفيرك الصومالي لان دلك تشبوتي عبد الفتاح وشيدة دا ايو كلان كان يسوغل ومدو كبادي كلان كان يواو محس ورئيس ايو ودتشي وانا واحد تبادل ادو يدك اعضو عالي يما كان لغاهد ليو الوزارة ارمها دبدا الدبلوماسيين تيو دا ايو ودتشارا ومن الكوبادة إن الفرصة هو أرمى بدل إن هالك الله سكوا ورستو خصية سيد سومنا نقول إن هاي أهمية ده قوي وتعجب تأسيس أرمى ده وهو أفضل كان هو هلا غوص بيحو عالمية وحكله يضمن كم مني إن مركاي نكفى يسون خبرة عالمية هي هالك إن نقوله ورجي إن نقوله وداعي تونا أقوت هذا يتلده ده ما وحن نصيبه يلونا إن هالك إن اللي جوا بروس النبي لا يلا متكبر كنتم سنوات أريمها الدبلوماسية دبلي إن كبدل بقولي الرباطن ودلوا أدوية الدبلوماسية والطوابعي تنشروا وكيل كأوسة هي دال أما دولة شعب كم ترى دال خلا دبدا دور كبهيم كأيس فيرك وانس كدبريت كأنا دال كيسة عمر ورقة دال كأوشوه منا أهو كلي السفير كوكوبن أديك دبدا يشقى على هكشدة يسفارته وحكلا يبون هالكاسي كهالي قدوميها قولها ديغان كيد دقمدة بربرا مدني عبد شكور محمود حسن قدوميها قوبل كساحل دكتر أحمد محمد حاشي يماريها قوديها يدد دكداها سومالي لان سعيد حسن عبد اللهي وحاني سوردوين مسؤولين تاسي توبر كان بربرا لوغو قبطي سفير رده دلالك عالم كوتشوغا سومالي لان ومانا يا وزارة ارماد بدا انو هالماسيج وقران كليلي هاي كبحو دمانا باستو رضا وطلب أدب ونكسن رنتي رنتي هذا كفان إنها سفر راي نور دو ورنتي ما كان ترنا ندري من نوع عدد برسن إن المعيد ولا الاعترافي سفر دي توبيا وكينيا تجبوتي كوا نور دو أنت بدنا يكرنا رشل لي تذكر هدري من يقف قريس وما لنا ما قدر كيس كبحه إنه وجهه بس سفير كفيران وعميق وروي وعمهم إن tababar kan oo waliba la joogteeyo loo sameeyo oo aynu sameysano aad iyo aad waan soo dhaweynayaa waxaan weeyay loo tahay maanta in shirkan qiimaha leh uu ka qabsoomo magaalada Berbera anaguna si xal dhaaf ah oo xoog leh oo kalgacal leh ayaan idinku soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waxa tababarkaasi ka hadlay oo soo xidhay وسير كحجين كوسارد أريمها دبدا سومالي لان عبد الناصر عمر شامع يوسير كوسارد أريمها دبدا عيسى كيد محمود وحنا يلا بدأ سيم مسؤول صفة فاسن وقاعد لين توبر كان إيه أهمية دولة يهاي قرن كسومالي لان مسؤول مدر وشيل قريب كان نقد دونا سيدي هيدها كلا دولة دركة أما وزارة لها نقطة من إنستيوشنز كلا قرن كتشرة يقودها دركة هي محاولة شقيرة يقول بهي علاقات وكان حي حفيصة ضايف كل اللي دبته السفير هذا أي كرمز كفيه وما لها ومن اللي يمسك الشركة معه وحبذا كيف هاي دي صدقنا وأشر الموضوع هذا مرة بين الشوتين وسيد هون الله شيء هذا هذا اللي بعد سنتيه بربرة أو نسقوا يعني إن مشينا ذا صنع لنا ذا كل هذا هاي الدنيا ذا سألوا فرنا إن سيمينار عم بتعبر أي إن كم تلك هرندل كينه tababar kan waxaan noogu yeernay professoro adduunada caanka ah si ay u baraan safiiradeena ama dadka nagu matala dibadda inay message kaliya qaadaan messagekaasoo la shaqayn doono message ka imaanaya wasaaradda arrimaha dibadda ah iyagana lagu bari doono halkan guidelineska casriga ah oo loogu talagalay inaan noqdo mid khaas u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV Berbera. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub.
abka dahabshiil waad kala soo dagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed